تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين إضافة إلى الشأن الخليجي. كما تضمنت الرسالة خالص تمنيات خادم الحرمين الشريفين لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا العربية والإسلامية ولتحقيق كل ما فيه الخير والازدهار لمملكة البحرين.